مع بداية الدوري الاحتياطي، كرة لجديد داخل منطقة الجزاء، فرصة مميزة، جول! هدف أول في الدقيقة الخامسة، هي لا ترد، تمريرة جانبية من جانب العروي، يمشي إلى البحراوي، يوضع فريق الوداد الرياضي إسماعيل حداد، يرفع كورته داخل منطقة الجزاء، تغطية مميزة، هدف للوداد الرياضي، هدف التعادل لصالح فريق الوداد. تقف هذه الجماهير لتتابع لقطة الهدف من جانب عطوشي داخل منطقة الجزاء، لمس كورتو مرور أمام ثلاثة ديال اللاعبين داخل منطقة الجزاء، تصويبا فرصة وهدف، هدف كيجي بطريقة مباغتة وتمريرة جانبية داخل الكرة، وقبلها كان الخطأ لامين دياكيتي قام بتمرير وهشام العروي كيتمكن من إتمامية، لامين دياكيتي يمشي بكورتو محاولة ممتازة، تصويب جول على الهدف الثالث، ثلاث اهداف مقابل هدف واحد. اليوم الفتح الرياضي الرباطي يقدم حضوره القوي والمميز في المباراه، تصويبه رائعه، وشوف فرحه وليد الركراكي، فرحه وليد الركراكي.